السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سامي صادق. اليوم سوف نتعرف على التصميم الصورة البروفايل للإنستغرام بشكل جميل وفي جودة جميلة. أولا كما تشاهدون، بروفايل الفوتو للقصف في الإنستغرام مقتول بالعدد 110. نقوم في تصميمه باستخدام أدوبي فوتوشوب وبأفضل جودة. نقوم في الذهاب إلى أدوبي فوتوشوب واختيار الفايل، ثم المساحة تكون 1080 و1080 في الطول والعرض، والجودة 72، والخلفية بيضاء أو سوداء أو أي لون تحب، تكون لون خلفية شعرك. سوف نقوم في الذهاب لاختيار الشكل البيضاوي، ثم نقوم في وضع المؤشر ونقوم في النقر على الماوس، وثم نقوم في النقر على اب وشيب لنقوم في تكبيره ونجعل هذا الشكل البيضاوي يرافق حدود الانستغرام او حدود الصورة. نقوم في ذات الموف تول، نقوم في ذات التكبير والتصغير، ونقوم في اجعله على حدود الصورة او حدود الخلفية. الان بدأ هنا في وضعه، نقوم في تصميم الشعار هنا، وكل شيء يدخل هذه الدائرة هو بعبارة دائرة الانستغرام أو شكل دائرة الانستغرام، وسوف يظهر في الانستغرام. بدأ هنا في اختيار الشعار أي، ونقوم في كتابة الخط، نقوم في اختيار خط، نقوم في اختيار مثل هذا الخط، ونقوم في إضافة تغيير بسيط مثلا على الصورة. مثلا هذا التغيير هكذا. الآن أصبح لدينا أفضل جاهز. بعد أن نقوم في عمل فايل، ذهب إلى الفايل وذهب إلى سيف ويب، لنقوم في هذا إلى الويب أو الصفحة الإلكترونية ليكون فيها اقتباس عنوان الشخص. كما تشاهدون الصورة والجودة، نقوم في عمل سيف وثم نقوم في تصميم الصورة. الآن بدأنا هنا في تصميم الصورة، وحط الصورة باسم واختيار سيف وثيب. الآن نقوم في الذهاب إلى الصورة ونختار اسم الصورة، وثم نقوم في عمل أوبن. والآن كما تشاهدون كل ماذا كل شيء دخل الدائرة داخل الدائرة ظهر في البروفايل الانستغرام أو صورة شخصية الانستغرام، والدائرة كانت في عبارة صورة أو الدائرة كانت في عبارة صورة الانستغرام أو خلفية الانستغرام. ومع السلامة، أتمنى لكم الاستفادة من الفيديو.